حين ينشد الألمان للخبز ووقت الخبز أو البروتسايت، فهذا الأمر يستوجب الكثير من البحر. أما وقت الخبز أو البروتسايت فهو تقليد ألماني مشابه لشاي ما بعد الظهيرة الإنجليزي، لكن بدلا من شرب الشاي يتم تناول وجبة خفيفة من المخبوزات. بروتسايت يعني عندنا مثل يعني الترويع، هن عندهم بعض الظهريات، يعني هلا وقت مثل ما بيقولوا الخبز، يعني هلا مثل نقعد ناكل نتغدى او شيء. الشعب الالماني بيحب خبز الاسمر طحينه والقمح الكامله، وبيحب الكثير اللي فيه، ما بيحب الساده، بيحب يعني اللي فيه بزورات. يحتل الخبز الألماني الصدارة في السجل العالمي، حيث يدخل قائمة التراث اللامادي لليونسكو منذ عام 2014. حسب الإحصاءات فإن أنواع الخبز في ألمانيا بالمئات، لكن حسب ما أخبرني به أحد الخبازين فهي بالآلاف. دعونا نسأل المارة في الشارع عن خبزهم المفضل. Ist so ein Mixbrot, Mischbrot. Das Handbrot, Ranzbrötchen. Vollkornbrot. Würde ich Brezel sagen. نحن الآن في برلين أمام أقدم مخبز هنا الذي بني عام 1906. تاريخياً هذا المخبز شهد الحرب العالمية الأولى والثانية وهتلر والنازية وما قبل ذلك بكثير، إلى زمن قيصر ألمانيا حيث كانت آنذاك إمبراطورية. لكن حتى تصبح خبازاً محترفاً في ألمانيا فأنت بحاجة إلى التدريب المهني ودراسة قد تصل إلى 3.5 سنوات. نعود الآن إلى أقدم مخبز في برلين. دعونا ندخل إلى الداخل لنتعرف على أنواع الخبز التي لديهم وأيضاً ما هو سر الخلطة. يبدو أن السر في عجينة مخمرة طال عليها الأمد. We have like a thousandth of dough. لا يزال لدينا آلاف القطع من العجين المخمر منذ زمن أجدادي وحتى قبل ذلك. نضع العجين المخمر مع الخبز الذي ننتجه يومياً. في جنوب ألمانيا يختلف الخبز عن شماله في اللون والطعم وأيضاً في المكونات. في جنوب ألمانيا نفضل الخبز الأبيض نتيجة قربنا من الحدود الفرنسية، ولا نستخدم السكر أو المحليات. إذا كان الخبز الداكن ذو الحبوب الكاملة والطعم حلو المذاق يشتهر في الشمال، ففي الجنوب الطعم المائل إلى الملوحة الأشهر هنا، لكن الأصعب هي أسماء أنواع الخبز، فهي الأصعب نطقاً حتى في اللغة الألمانية. من جنوب ألمانيا أيهم القاسم، صباح العربية.